أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالأناشيد، وهل هذه علامة محبتهم له؟ هذا لم يثبت. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا غير مطابق أيضا، لأن الرسول ما جاء من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع على طريق الشام، وأما الرسول جاء عن طريق قباء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق قباء من جنوب المدينة، ولم يأتي من شمالها. لكن بعض المؤرخين يقول إن هذا ما قالوه يا وقت الهجرة، إنما قالوه يوم أن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، لما قدم من غزوة تبوك. الله أعلم.